الداخلية كنطلقوا دائما من الساحة ديال التحرير، هاد الساحة التاريخية بمناسبة السنة 2021، سنة سعيدة لكل العريشيين خاصة والمغاربة عامة. باب المدينة الشهيرة، كنبداو دائما جولة ليلية دائما كنبتداوها من هذه الساحة ديال التحرير، اللي غنخوض معكم واحد جولة حول ساحة التحرير. بمناسبة رأس السنة السعيدة، جولة حول ساحة التحرير. جميع المحلات اغلقت بقرار من القرار ديال الاغلاق الساعه 8 والحضر التوالي بدا الساعه 9. كندخلوا من منطقة ديال القنصليه باش نعاودوا للجهه ديال رومبان ديال باركور انتيكو. اجواء 2020 ادير 2021 اصاحبي. 2020 دازت خايبه مكروهه ما بقاتش نحمل مهم مره، وهاد 2021 خصني شي عائله تكون واعره في 2021 هذه. والله الا الخوت شنو نقول لكم، واش غنقول لكم الصراحه الله، عاد دخلت لكم اللوين ديال 2021 اللوين جديد لوستي مع كورونا. كورونا واش غنقول لك، الله يحيد علينا هذا الوباء، هذا بقى مضل علينا هذا الوباء، هذا تبقينا كناكلوا الخبز يابسه. سولناها هذا السنه شنو احتفلتي بها ولا والو، واش غنقول لك اش غنقول لك، عاد نحتفلوا ان شاء الله. واش غنقول لك، وقال لك اخويا ما نحتفلوش، هادشي راه شي سوق خاوي هادشي هذا، والله العظيم هو انا ما كاين نحتفل ني والو، لا شرينا شي ملف هيدا. كنتمنى 2021 تدخل علينا بالصحه والهنا، واش غنقول لك، وبشي تجويجه الله يخلي لنا كورونا في المباشر دابا ان شاء الله. هذا كان احد الشباب ديال مدينه العرائش اللي ناشطين اليوم، واخا منوع الاحتفالات منوع اي حاجه، لكن الدراري انت كتعرف الدراري دائما فرحانين. تحيه لكل واحد معنا في هذا البث المباشر. تبارك الله خاي حسنيتو. ندخلوا الان منطقه ديال بركول انتيكو. الشرفة الأطلسية، نركبو شوية على المنطقة ديال المقاهي. كنتمناو في هاد الليلة السعيدة تكون سنة 2021 سنة خير على مدينة العرائش ولا المغرب عامة، والله يبعد لينا هاد الوباء ديال كورونا. الشرفة الأطلسية كانت لولا هاد جائحة كورونا كانت كل سنة خصوصا في رأس السنة كتكون ممتلئة من آخرها، واحتفالات والمقاهي عامرة وجميع كلشي مروج في المدينة.
ولكن قضى الله شيئا